دائما على الخلاص كيجي دائما نهار السبت ولا احد، ما كان لا اداره لا والو. اجا دخل عندي سعادة القيد اللي كان ممنوع القفز في المقاهي، قال لي يا خويا انت علاش حليتي وهذا؟ قلت له استاذ انا ما حلش، انا رايي كان نشرب انا قهوه. مهم هو كان مسؤوليه كبيره هذيك الساعه، وقال لي راه ما يمكنش، وعيطوا البوليس وجا انا مشيت معهم الكوميساريا. يعني بعد الشهر غيس خلص لي لاكارت سيجور. لاكارت سيجور كيف نجدد؟ ما عندي سفاره، ما عندي، تكرفص عليا بمعنى كلمه. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انا في 2018 يعني حوالي 2017 من مراكش جيت على دار البيضاء، رجعت على التجارة العسلية اللي كان عندنا في دار بومار، حيث كان علاقات مقطوعة مع ايران، وانا احنا كنا كنجيبوا بضاعة من ايران. لما رجع في 2016 علاقات، انا جيت من مراكش، جيت مدينه دار البيضاء، كنت اشتغلت بالتجاره في دار بومار، وبديت كنجيب البضاعه من ايران. جبت في السوق والغزان ايراني، زبيب ايراني وحده، وكنت خدام في دار بومار، وامسكت فرانشيز يعني اكسكلوزيفيتي تاع واحد شركه ايراني، شركه كبيره ايرانيه في اسمه شيرين عسل. كنت بدي اعمل الشركه، هو اساسا شركه كبيره في ايران، كنا بدنا نعملوا الاوزينات في المغرب، يعني اوزينات بتاع الكونفيسيري وشوكولا وبزاف حوايج. انا تعرفت على سيد الترانزيتور، كتسميو انتم ترانزيتور مع الشر، هذا معشر، هو كان تعرفت عليه مشان يشوف لي الوضعيه في الديوانه والخلاص وهذاك الشيء كامل. مهم اشتغلنا مع الخرج لي اثنين كونتينرات، في منه واحد بستاش وواحد في زبيب جولدن اللي معروف ايراني اللي كيستعملوا مغاربه. مهم كان عمليه ناجح، يعني تجاره ناجح، وانا كنوزع بثمن مناسب في السوق المغربي. هذا السيد تعرفت عليه، خرج لي كونتينرات، صار عامين كان علاقه بين المغرب وايران مزيان. مورا 2018 جاوا قالوا قطعوا العلاقه الدبلوماسيه والتجاريه. حنا كان باغي عندنا شويه بضاعه في ستوك، بعنا. هذا السيد ترانزيتور ما شفته معقول وثقت فيه، كان عطي الشيك سيرتيفي، كان جيب من لابونك، كان عطي كيدفع الديوانه، كان خلص اجره ديالو على اطعب ديالو كل شيء. قدم لي واحد المحل مطعم اللي عنده في بورغون، هو عنده في الشارع مهدي بن مركه، حد جامع تاهري معروف، جامع تاهري. انا جيت شفت مع هذاك المطعم، مطعم كان مكرفص يعني خاصو اصلاحات وبزاف حاجه. عجبني المطعم، قلت له انا نشري من عندك بس ماشي دابا، يعني بما نوجد راسي باش ناخذ من عندك، انت تكري لي بما نوجد فلوس ونجيب ندير ترانسفير ونشوف كيفاش ونشري من عندك. قال لي اوكي، اعطيني شي حاجه في الاول. قلت له هكا، اعطيته 300 الف درهم، يعني 30 مليون. اعطيته 300 الف درهم، 30 مليون تسبيق. اعطيته انا على حساب ان اجر من عنده بما نوجد، هو طلب لي 330 مليون. قلت له انا بما يجي الاب ديالي وناخذوا انا وياه مشاركه باش ما يكونش عندي الايجار، يعني يبقى خدام بلا ايجار. قال لي اوكي، هاد الفتره انا نكري لك، خلص لي
جوج يعني 20,000 درهم مغربي بالشهر. 2 مليون في الشهر. جيت كان هو محله مكرفس وبحالي ما اصلا ما خدامش وهذا، هو عطاني شهر ببلاش يعني بدون ايجار. يعني 20,000 درهم عطاني خويا، قال لي شهر انت سير صلح المحل. جبت جميع الاكيب المعلميه واشتغلوا معايا، نجار وجبسينج وصباغه وكل حاجه جبته، الضو كهرباء كل شيء. صلحت المحل وجبت ماتريال جديد، هذاك اصلاحات مناجمون والماتريال وهذا تقام لي تقريبا ب 800,000 يعني 80 مليون مغربي، يعني 800,000 درهم تقريبا. في اصلاحات وفيها في اصلاحات ومناجمون كل شيء كل حاجه. هذا 80 مليون غير هذاك 30 مليون اللي اعطيته مسبقا. شهر 12 2000 يعني هو اعطاني مفتاح في الاول شهر 12، قال لي عندك شهر فابور يعني ما تخلصنيش. نهار واحد في جانفيي 2019 يعني بديت خدمة في هذاك المحل. في ديك الساعة أنا كنت بغيت ندير مع الكونترا، ولكن أنا ديجا كان عندي لاكارت سيجور ديال مراكش. أنا بدلت عنوان على كازا. هذا الإجراءات في كوميسارية راه معروفة. معروفة، خاصني ضروري نبدلها ونغيرها، ويتأخر هي شهرين ثلاث شهور بما يمشي الإدارة كبيرة ورباط ويعطوا الأوكي وهذا. مهم قلت له مسيو صاحب المحل، قلت له خويا بما يوجد لي لاكارت ودير معايا كونترا. قال لي مرحبا. حنا بلشنا خسرنا صلحنا المحل وهذا وبلشنا الخدمة. وصلنا شهر 5 خرج لي لاكارت سيجور مدة ثلاثة سنوات. كان اتصل علي هو اساسا ما كانش داير معايا الكونترا باش نعطي يعطيني روسو على يعني كان نعطي الايجار ما يعطيني والو. ولكن قدام بعد الشهود يعني شغيله وكلهم شاهدين تما، راه كانوا يشتغلوا معايا 18 واحد كانوا عارفين لي انا كيشوفوا يعني شخصيا هما قدامهم كان حتى الواجب ديالو كيجي ياخذ. واحد شويه جا الاب ديالي، جا الاب ديالي باش نشريو ما يديرش معنا العقد كرا من 330 يعني 330 مليون اللي اتفق معايا لما اشتغلت انا في المحل. المحل صار شقال هو تمام. قال لي يا خويا انا ما نبيعش 330 مليون، 500 مليون هيا هذاك المحل ما سويش 500 مليون. قلنا حنا ما بغيناش ولا خدام شغلته انا يعني انا لما بلش شغلته جيتي كليتي عندي. مهم داز قلت له دير معايا الكونترا، حيت انا كانوا زيروني من شغيله خويا خصم كونترا لا سينيسيز وهذا. انا كنت اتصل علي شويه كيقول ابني مريض، انا شويه كيقول انا في فرنسا، شويه كيقول انا ما نساليش. كيهرب كيجي نهار السبت عندي دائما على الخلاص، كيجي دائما نهار السبت ولا احد، ما كاين لا اداره لا والو. كنقول لها مسيو فوغاش ندير الكونترا؟ قال لي تدوز عندي نمشي للمكتب ما كاينش، فين كاين فوغاش نديرو؟ مهم جرجر فيا لما اجى الكوفيد وانا شقال وكنخلص. لما اجى الكوفيد عطوه شهرين يسدوا المحلات كونفيمو. انا بيتي كان انفس يعني بيتي انفس من المقهى، يعني اجرت بيت انفس مشان يكون مرتاح انا نجي الشغل. شو عملت؟ انا كنت فاتح المطعم مش مفتوح للكليان، محلول. انا دخلت انا هز ريدو شويه وماكينه القهوه سخون، انا مشرب قهوه صراحه. اجا دخل عندي سعاده القيد اللي كان ممنوع في المقاهي، قال لي خويا انت علاش حليتي وهذا؟ قلت له استاذ انا ما حلش، انا رايي كان نشرب انا قهوه. مهم هو كان مسؤوليه كبيره هذيك الساعه، وقال لي راه ما يمكنش، وعيطوا البوليس وجا. انا مشيت معهم الكوميساريه. على هذا الاساس انا بقيت 24 ساعه في الكوميساريه، ومشيت على المحكمه عملت التزام مشان ما نفتح المحل ورجعت بحالي. داز بعد شهرين عملوا وتشتغلوا تاع الستاد العشيه الا كنتوا ذاكرين انتوما. انا اشتغلت شهر 15 يوم لقيت ما في شغل، يعني
ناس مقصح ما في شغل. اتصلت على صاحب المحل قلت له اول شيء ما عملتي معايا العقد، ثاني شيء دابا الكوفيد انا ما يمكنش يعني نخلص لك 20000 درهم. كان سيد المحل بستاد لا شيء، قال لي اذا ما عجبك الحال جيب لي مفتاح المحلي وسير الله معك. قلت له فلوس اللي خسرت انت، فلوس اللي اعطيتك انت، كنتي قلتي لي انا وقف قلت له انا نخرج وما تعطيني ولا تا حاجه. بقيت في المحل كان ناخذ ما عند هذا ما عند خويا ما عند لا فامي، وكان عطيه الايجار. وصل 2021 شهر 3 وانا باغي خدام. جبت اشتغلت معايا واحد سوري كان شغال في مطعم في الرباط، هو سوري بيشتغل شيف في مطبخ. قلت له استاذ اسمه نوراس، قلت له انت خدم معايا انا بعطيك بورسنتاج يعني 30% وانت امسك الامور المحل، انا عاودت لك انا شغلي تجاره مش مطعم. قلت له انت سير امور المطعم يعني انت فاهم والمسير وخذ 30% من ارباح المحل. قال لي اوكي، يعني شهر 3 اشتغل معايا 3 شهور. وصلنا رمضان يومين باقي رمضان اخويا، اجا صاحب المحل بسياره درونج في الباب المحل، اعطيته الواجب ايجار حيت قالوا لينا شهر رمضان خاصكم مسكر المحل ما تشتغلوا. خلصت شغيله يعني في هذيك الساعه مع شغل ضعيف كان عندي يعني من 18 شغيله كان عندي 6. خلصت شغيله اعطيتهم زياده رمضان والعيد هذا، قلت له دراري اسمحوا لي تل بعد رمضان. وانا نزلت على مراكش حيت عندنا المشاريع، كان ديجا عندنا مشاريع في مراكش وعندي شغل في مراكش. مشيت يوم واحد محل باقي محلول يعني باقي يومين باش يسالي يدخل على رمضان، وهذا السيد سوري كان في المحل يعني امانه مفتاح. انا في المكتب تحت عندي الاوراق، عندي كارني شيكات، عندي باسبوري اللي عندي كله كان تحت في المكتب المحل. يعني قال اوراق شخصيه يعني محلي شخصيه تما. خليته هذاك السوري قلت له انت هنا انا نمشي نشوف هذا الشغل اللي عندي في مراكش ونرجع نهار ولا يومين. في هذاك النهار اللي سافرت ما عرف كيف اتفقوا عليا هذا سوري وصاحب المحل، غيروا لي قفوله جابوا سيكوريتي جديد. وهذا واحد من دراري اللي بيشتغل معايا اتصل عليا قال لي احسان جابوا السيكوريتي، قالوا الاساس سير احسان مسافر وهذا انت سافرتي. قلت له لا انا في مراكش جاي. في هذيك الساعه انا جيت بلا تهاجة يعني بحالي انا كان حتى عندي فلوس تحت في المكتب، راه في ملف ديالي كان عندي شويه مش بزاف، كان فلوس كان باسبور كان في المكتب تحت حيت محل بيرو ديالو كان تحت ماشي فوق. تحت كان بدلوا لي قفوله. جيت وصلت سميتو وصلت دار البيضاء، كان اتصل عليه ما كيجاوبش. جيت ندخل على المحل لقيت اخويا وقف كلب كبير من نوع دوبرمان ولا ما عرف هذا واثنين سيكوريتي. قلت له اخويا محلي بغيت ندخل عندي محل انت اش كدير هنا وهذا؟ قال لي لا حنا جبنا. ديك الساعة عيط على مفوض قضائي جا صور هذا الكلب حيت حجم عليه كلب كان شوية يعضني، صور ودار معينة وقال لي سير. اتصلت على صاحب المحل ما كيجاوبش. مرة ثانية ثالث 10 أيام كيقول أنا نشوفك أنا نجي لعندك أنا نجي في رمضان هادشي. شفته ما كيجاوبش. واحد شوية لقيته سدوا هذاك الزجاج ما كيبينش المحل وبداو كيحرصوا في المحل وكيصلحوا في المحل. عيط عاوتاني مفوض قضائي قلت له هما راه جايبين كيحرصوا لي في المحل وجمعوا لي الماتريال الصباح، واحد الجيران صوروا من باب الكراج سرقوا لي الماتريال ديالي اللي جايبو انا بالفاكتوره في الضرب ومار، جابوا كله هزوه بكاميون. عندك لي فاكتور ديالهم؟ كل شيء عندي لي فاكتور ديالهم شركه معتبرين باسميه ديالي شخصي. هزوا بجوج كاميوات، عندي صور نزلتوا على الملف، صور واحد جيران حيت انا محبوب عند الناس في هذيك المنطقه، صوروا من باب الكراج حربوا هذاك الشيء. هذيك الساعه مشيت درت شكايه ديالي عند وكيل الملك، وجابوا لي الكوميساريا وامروا لي الملف وجبت الشهود
هما خرجوا السلطة المحلية سولوا وش هاد السيد كان ما كانش، قالوا كان هو 4 سنين وهنا هو صلح المحل وهذا كل شيء الميل في المحكمة. هلا صار 6 شهور 7 شهور يعني أساسا 8 شهور 9 شهور أنا درت هذا الشيء. باقي أنا مشيت هذا المحكمة قال لك النيابة العامة أنا ما عندي دخل باش نسول في هذا الشيء من غير يكون من الناس الحكومة القضاء وهذا الشيء باش يسولوا. باقي هذا الآن أخويا سيد شحال ديال الوقت دابا؟ دابا من رمضان دابا من رمضان إجراءات تعطل واحد شهرين بما جبت الشهود والأوراق وهذاك الشيء وحاليا دابا احنا في شهر جوج محل لا هلا مشكل لي واحد يعني بقى فيا انا دابا راه محل خدام وانا درت سمع المحل وانا هذا هو السوري يشتغل معهم وهو وصاحب المحل اتفقوا عليه يعني داك السوري اللي درتي فيه ثقه حتى هو اتفق معهم هو كمان الباسبور ديالك الباسبور ديالي باغي عندهم هو راه واحد اللي يشتغل معهم شغيله ديال هذاك السيد هو كلاو فلوسه ما بغاوش يخلصوا قال لي انا نجي نشاهد معاك وانا عارف ماتريال ديالك وأوراق ديالك فين كاين راه كاينين في واحد ديبو ديالو هذاك السيد واش فهمتيني يعني هو راه انا كندير كونتاكت معاه مازال ما كيجاوبنيش ما عرفتش شنو واقع ولكن راه هزوا لي اوراق انا درت محامي درت محامي قال لك راه دابا في النيابه العامه تتشوف شنو غادي انا درت شكايه استجاليه خويا ولكن دابا حاليا لقيت راه شكايه عاديه دايرين ما عرفتش علاش باسكو هذا الباسبور يعني انا بدون باسبور لا شيء يعني هويه ديالي والباسبور يعني باش يعرفوني انا مين يعني بعد الشهر غيس خلص لي لاكارت سيجور كيف نجدد ما عندي سفاره ما عندي تكرفص عليا بمعنى كلمه وانا كنعرف المغرب انا 20 سنه تقريبا 18 سنه عايش فيه بدون مشاكل ما عندي ولا مشكل لا في البوليس لا في حاجة وتجارة وكنشغل معايا الناس والناس كيكونوا معايا أكثر من أنا نقول لك 500 واحد يشتغلوا معايا ولا واحد ما عندي مشكل معه توصلت بهذه المرحلة هذا السيد نسب عليا وأنا ما كنعرفش إجراءاته المحكمة وهذا وكي حددني كيقول أنا ندير له ماشي من المغرب مش هو اللي أعطاني كارت سيجور عشان الملك انا بحب المغرب وبحب ملك المغرب وعشان الملك وانا كنت انا حددني وهذا قال لك الى عملتي لي شكايه وهذا انا نمشيك من المغرب مش هو معطيني الكارت سيجور انا راه معطيني انا جاي رحب بيا الملك المغرب وانا بحب الملك المغرب انا جيت المغرب هيت مرتاح مع الحكومه المغرب الاموال ديالك اللي انت والاب ديالك والاخ ديالك كلنا حنا هنا مستثمرين وكنشغلوا معنا الناس وما كنتعدوا على حد ما كنديروا مشاكل وحنا انا اساسا ايرانيان فارسي انا عربيه تعلمتها في المغرب وبحب المغرب وبغيت نبقى في المغرب وما كندير مشاكل ما حتى حاجه وكنت طلب من الحكومه المغربيه ولا السلطه وهذا ياخذوا لي حقي والعشن مالك بس كلمه واحد هذا السيد كرفس عليا وتعدى عليا ويحدد فيا وهذا بغيت بس ناخذ حقي بس. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.